إذن ما زلنا نتابع تدافع الجماهير لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا، المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد. إذن تم تأجيل هذه المباراة أو إرجاؤها بسبب مشاكل يبدو تقنية كما قال مراسل العربية، و 15 دقيقة كانت مدة الإرجاء. ما زالت الجماهير، إذن جماهير ليفربول وريال مدريد تتوافد إلى استاد سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس لحضور هذه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. لدينا الفريق الإسباني الذي يسعى من خلال لتحقيق اللقب للمرة 14 في تاريخه، و ليفربول بالمقابل يسعى للقب 7 في البطولة. هذه البطولة التي يصفها عشاق كرة القدم بأنه هي الأهم، والتي كانت ستلعب في روسيا لولا أن العقوبات على روسيا حالت دون ذلك، فستلعب إذن في باريس. هذه الصور من استاد ليفربول، إذن الفريق الإنجليزي، هؤلاء مشجعي ليفربول.